تحت كده زائد 5، ماله ده يا شباب؟ يقبل على مين؟ يقبل القسمه على ايه يا شباب؟ على 6. قلنا هنجرب اول مره، هنجرب ان بتساوي 1، هل يقبل او لا؟ يلا يا جماعه نحل معايا يا شباب، حط ان كده بواحد يبقى 7 اس 1 يعني 7 زائد 5 هتساوي كام يا شباب؟ 7 زائد 5 بتساوي 12 صح؟ يقبل القسمة على 6 ولا يا شباب؟ يقبل يقبل القسمة خلاص. إذا نعمل إيه يا جماعة ديال؟ دي أول واحدة. ثاني حاجة بنعمل إيه؟ هفرض من عندي إن هو يقبل القسمة عند إن بتساوي كي. أقول لك ده عند إن بتساوي كي. دي اسمها يا شباب؟ اسمها فرضية الاستقراء. فرضها هنا وبرضه مهمة في الدرس لأن هي مجال لسؤال في الامتحان. إن بتساوي كي يا جماعة؟ يبقى 7 أس كي زائد 5 هتساوي كام؟ شوية بالقسمة على 6 يبقى لازم بتساوي 6 ضرب حاجة ضرب رقم أسميه أر مثلا، والأر ده عبارة عن إيه؟ الأر ده أهو عدد طبيعي. أر عدد إيه يا جماعة؟ طبيعي. طب الخطوة اللي بعدها أثبت إن هو بيساوي يكبر القسمة عند إن بتساوي كذا زائد 1 تمام؟ طيب أقول إن هو عند إن بتساوي كذا زائد 1 أو خلي ده يا جماعة للآخر. هاخد دي يا جماعه دي اودي 5 الطرف الثاني باشاره ايه؟ تعودنا امبارح اودي باشاره مخالفه يبقى 7 اس كي هتساوي 6 ار ناقص 5. ها الخطوه اللي بعدها اضرب الطرفين بكام يا محمد يا سعيد؟ اضرب بكام؟ متذكر؟ 7 ب7 صح؟ اضرب الطرفين ب7 يا شباب، هنا ب7 وهنا كمان ده كل ده ب7 اه هنا 7 هيبقى اس 1 و7 اس كي يتجمعوا مع بعض يبقى 7 يضربوا ببعض فنجمع الاسس يبقى 7 اس كي زائد 1 اللي انا عايزها خلي بالك 7 اس كي زائد كام؟ زائد 1 هيساوي كام يا شباب؟ اضرب هنا 6 في المره 7 هنا ومره هنا 6 في 7 42 ار 35 ناقص 5 صح يا فيصل الحمد لله على السلامه يا فيصل اي شباب. طب الخطوه اللي بعدها اعمل ايه؟ الخطوه اللي بعدها يا شباب عايز اوصل لايه اصلا؟ انا عايز اوصل لايه يا شباب؟ للصوره ده اهي 7 اس ان زائد كي بس ان تبقى بكام؟ تبقى بكي زائد 1 كي زائد 1 جبتها خلاص اهي ناقص بس موضوع يا شباب اخليها زائد 5 قصدي هنا زائد 5 7 اس ان زائد اس كي زائد 1 تحت زائد 5 تمام؟ هعمل ايه يا شباب؟ هجمع 5 على الطرفين. اجمع كده 5 على الطرفين. يلا هقول هنا ايه؟ زائد 5 وهنا كمان زائد 5. كده الصوره انا عايزها جت اهي. لان محتاجها 7 عند ان بتساوي كذا زائد 1 وزائد 5 تحت اهي. يلا هتساوي يا شباب؟ يبقى 7 اس كي زائد 1 زائد 5 تحت هتساوي 42 ارزه ما هي 42 الخطاب مقلوب زائد ولا ناقص؟ لا ناقص ناقص يا جماعه 35 زائد 5 يعطينا ايه؟ 30 يعطينا 30. انا عايز اقسم اسم على كام يا شباب؟ يبقى اسم على كام؟ على 6 اخد 6 مشترك اخد 6 اللي هو مشترك يا شباب اقول هنا ايه؟ يبقى 7 اس كي زائد 1 زائد 5 تحت بتساوي خد 6 مشترك كده من هنا 42 اسم 6 ادينا 7 ار 30 اسم 6 ادينا 5 اهي شباب وصلت كده لاثبات انها اخر حاجه خلاص كده اخر خطوه يا شباب. طيب احنا قلنا قبل كده ان ار عدد طبيعي يبقى 7 زائد 7 ار برضه يا جماعه 7 ار ده برضه ايه؟ طبيعي يعني تعمل ار يبقى 7 ار ناقص 5 كل ده برضه طبيعي يا شباب معناها ايه؟ الحد ده كله بيساوي 6 مضروب على الطبيعي معناها يا جماعه برضه ان يقبل القسم على عارفين على 6 على اي عدد طبيعي يقبل القسم على 6 لاي ان طبيعي ماشي يا شباب؟ العباره دي كده صح 100% ايه؟ طب نرجع لموضوعنا تاني اللي هو موضوع الايه؟ المثال المضاد بيديك عباره يا جماعه عباره
بيقول لك هات لي مثال مضاد يثبت خطأها، هات لي مثال مضاد يثبت ان هي ايه، ان هي خطأ. زي مثلا اقول لك يا جماعه الطالب مثلا، الطالب اي طالب ولتكن اسمه محمد، اي طالب حصل على درجه اعلى درجه في المدرسه، هو جايب الاول في المدرسه، هات لي مثال مضاد يثبت عكس الكلام ده. نعمل ايه؟ بنجيب تقرير من المدرسه باسماء الاوائل، هتلاقي محمد مثلا ترتيبه ولتكن الثاني او الثالث، ده اسميه مثال مضاد، اثبتت عكس الكلام. ماشي؟ بالمثل بالظبط، بدي لك يا جماعه معادله او عباره جبريه كده، معادله جبريه، بيقول لك ايه؟ هات لي مثال مضاد يثبت خطأها. فجرب اهو، بقول لك هنا اعطي مثال مضاد يثبت خطأ المعلومه دي. بقول لك هنا ايه؟ واحد تربيع زائد اثنين تربيع زائد ثلاث تربيع لحد ان تربيع هتساوي ان في 3 ان 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 3 ان يا جماعه 3 ان ناقص 1 كل ده على كام؟ على 2. بقول لي يا جماعه اثبت او هات لي مثال مضاد. ده طبعا اسهل سؤال في الدرس وهو موضع سؤال. اعمل ايه؟ والله اجرب اني بواحد واشوف صح ولا خطا، طلع صح شوف اني باثنين، اشوف ايه الان اللي خلاها بايه؟ خلاها غلط. تجيب العباره خاطئه يا جماعه، جرب كده ممكن تعمل جدول وتشوف، تحط مره اني يا جماعه بواحد، هنا مثلا الطرف اليسار، هنا لو اني بواحد اليسار بتساوي كام يا جماعه؟ الليفت واحد تربيع يعني بواحد. طب واليمين الرايت؟ نجرب كده، واحد مضروبة 3 في 1 ب 3 ناقص 1 على 2 راحت مع دي هتساوي برضه كام؟ 1. طب اجرب ان ب 2 يا جماعه، ان ب 2 يلا، لما ان ب 2 تبقى 2 تربيع الليفت اهو بيساوي ايه يا شباب؟ 2 تربيع ب 4 والرايت بيساوي ايه؟ حط كده ان هنا ب 2 يبقى 2 ضرب 3 في 2 ب 6 ناقص 1 على 2 2 راحت معانا يا جماعه 6 ناقص 1 بتساوي كام؟ 5. لكن هنا كام؟ هنا 4. كده اثبتت ان هي خطا عند ان بتساوي 2. انت فاهم مثال مضاد يا جماعه؟ تقول له ان بتساوي 2. مثال مضاد عندي اهو، المثال المضاد اللي هو ايه؟ ان بتساوي كام يا شباب؟ 2. ماشي؟ برضه كيف تيجي في الامتحان؟ يقول لك الاختبار مثلا المثال المضاد الذي يثبت خطا المعادله دي يا جماعه او الجمله دي هو، وديك خيارات كده يقول لك مثلا ايه رقم واحد اهو ان بتساوي 4 2 ان بتساوي 2 3 ان بتساوي سالب 3 مثلا 4 ان بتساوي سالب 2 خلاص بنختبر يا جماعه بنقول لك اهو اجرب ان اجربهم كلهم جرب الاربعه جرب الاثنين جرب الثلاثه لحد ما اجيب ايه الاقي واحده فيهم يعطيني خطا الجمله الرياضيه هم اختارها على طول ان بتساوي كام يا شباب؟ 2. واضحه يا جماعه؟ ها الناس اللي صاحيه معانا واضحه؟ طب مثال ثاني بس عايز حد يحله معايا مش انا اللي هحله. مثال ثاني يلا. ومش عايز اضطر يا جماعه افتح الدفتر وانده بالاسماء، انا عايز ادي كل درجات عاليه وخلاص، عايز انجح الكل. فرجاء اللي انده على اسمه او من نفسك كده جاوب من نفسك. يلا يا جماعه بقول لك هنا ايه؟ اعطي مثال مضاد يبين ايه يا جماعه؟ خطا العباره دي مثلا 1 زائد 8 زائد 27 زائد ان ايه؟ 90 كل ده بيساوي 2 ان زائد 2 الكل اس 2. يلا يا شباب ها مين يحل المثال المضاد فين يا جماعه؟ ان بكام؟ ان بكام يا شباب؟ مين يحل؟ حلو يا استاذ. يلا يا فيصل اتفضل. ان بتساوي اول حاجه واحد واحد ونشوف الطرف اليسار هيديني كام؟ اول واحد اهو الليفت بيساوي ليفت هاند سايد بيساوي يا جماعه واحد. طب واليمين يا فيصل بكام؟ طرف اليمين ب 27. هنحط هنا اهو، خلي لا اليمين اهو اليمين اهو اللي يساوي هي يا فيصل
اللي على هنا يمين وده يسار. 16 يسار. ايوه عملتها ازاي؟ اثنين في واحد، اثنين باثنين زائد اثنين اربعه. أربعة، وتر أربعة تربيع 16. جميل جدا، 16 رقم اهو. يقول لك طب فين بقى المسالة المضاد اللي عندي؟ فين الحل؟ اهو اقول له ان بتساوي واحد بس. وده طبعا اسئله سهله بتيجي من اول ايه؟ جت من اول مره. لكن يبقى الموضوع صعب امتى؟ لما انا اجرب كل الحاجات، اجرب اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسالب اثنين سالب ثلاثه وهكذا لحد ما الاقي. ماشي يا شباب؟ طيب نشوف مثال اخر، مثال اخر زيه برضه. بيقول لك هنا ايه؟ ان تربيع زائد ان زائد 23 عدد ايه يا جماعه؟ اولي. ها الاول عايز حد يقول لي، واحد شاطر كده يا جماعه يقول لي، طالب محترم، يعني ايه عدد اولي؟ بريم نمبر يعني ايه؟ بريم نمبر انا استضعف لو لايك بيقسم الا على نفسه، نفسه والواحد. ممتاز يا محمد سعيد، صح. رقم يقبل اسمه على نفسه مع الواحد بس. زي مثلا ايه يا شباب؟ ارقام الاوليه الاثنين والثلاثه والخمسه والسبعه والثاني ال 11 صح؟ ال 13 ال 17 ال 19 23 وهكذا يا شباب. وتلاحظ كلهم لحد الان ارقام ايه يا شباب؟ كلها ارقام فرديه ما عدا الاثنين هو الرقم الوحيد الايه؟ الاولي اللي زوجي، لكن الباقي كله فردي. تمام؟ قول لي اثبت العباره دي يا جماعه، هات لي رقم يثبت ان هي ايه؟ خطا. ان العباره خاطئه. نجرب ان بكام؟ ها جرب ان بواحد كده، واحد تربيع بواحد زائد واحد واحد بواحد زائد كام في الاخر؟ 23 بيساوي كام يا جماعه دي؟ بتساوي كام؟ بتساوي 25. حاضر. بتساوي يا جماعه 5 وايه؟ 25. الرقم ده اولي ولا يا جماعه ولا مؤلف؟ 25 ده اولي ولا مؤلف؟ ها؟ لا غير اولي. غير اولي يعني مؤلف، صح كده؟ يبقى المثال الضاد عندي فين؟ اهو عند ان بتساوي 1. ده المثال الضاد يا جماعه اللي عندي برضه، ده المثال المضاد. واضح؟ طبعا لما تيجي اسئله بتبقى من ان بتساوي 1 دي بيبقى من اسهل شيء. ما بتتعب كتير، كتير على مره واحده سريع. فبيجي السؤال يا جماعه برضه بشكل مختلف عن كده. بشكل غير كده خالص. بس برضه قاعد المثال المضاد. زي ايه؟ لما اقول لك كده مثلا 3 اس ان زائد 1 مالها؟ يقبل القسمه على مين؟ على مثلا 4. يلا يا جماعه هات لي مثال مضاد نحط ان بكام يخلي العباره دي يا شباب لا تقبل قسمة عن 4. نحط ان بكام؟ لو قلنا ان بواحد مثلا، ان بواحد هتدينا ايه؟ ان بتساوي واحد يعني 3 اس 1 3 يديني كام؟ 4. تقبل القسمة عن 4 صح؟ طب جرب كده ان باثنين، ان باثنين يا شباب يبقى هقول له ايه؟ 3 اس 2 ب 9 زائد 1 بتساوي ايه؟ 10. تقبل القسمة على 4 يا جماعة دي؟ تقبل؟ سريع شوية. ها؟ لا تقبل، ال 10 تقبل القسمة على 4. ما هو ده الحل يا جماعة، ده الحل. طيب الحل عندك اخده مين؟ ان بتساوي 2، ده هو المثال المضاد. ماشي يا فيصل فهمت؟ يبقى انا بشوف ايه قيمة ان يا جماعة اللي تخلي العبارة اللي عندي خاطئة. ماشي؟ بقول لك العبارة ده اهي تقوى القسمة على الأربعة. أنا أقول لا كلامك غلط. هل تقبل القسمة على الأربعة لجميع الأعداد الطبيعية؟ لا. حطينا إن بواحد وتقبل. طب إن باثنين؟ ها طلع العبارة بتساوي 10. لا تقبل القسمة على الأربعة. يبقى المثال ضد عندي الحل يا جماعة أهو. الحل هو إيه؟ إن بتساوي 2. طب واحدة تانية. واحدة أخرى يلا. يقول لك 2 أس إن زائد 3 اس ان برضه 3 اس ان مالها؟ تقبل القسمه على 4 برضه. تقبل القسمه على مين يا جماعه؟ ال 4. ها مهند، مهند احمد موجود معانا؟
وقصي النهارده ساكت لا قصي. ايوه استاذ جو. ماشي يا فيصل، فك على الله. يلا انت بتنصتنا والله يا فيصل. تفضل. ايوه اول حاجه يحط الاثنين. نحط اول حاجه ما جرب الواحد الاول. دي ثلاثه اس ان يا جماعه، على فكره مش ثلاثه ان، دي اس ان. دي اس ان. نجرب ان اول حاجه هيحصل بكام؟ الاول واحد، جرب واحد. واحد، جرب واحد كده. عباره عن ايه؟ 2 اس 1 زائد 3 اس 1 هيديني كام؟ 5 صح؟ ايوه صح. طب الخمسه دي يا جماعه تقبل القسمه على الاربعه؟ لا لا. يبقى المساله المضاده عندي فين يا فيصل؟ فين المساله المضاده عندك؟ اللي هو ان بتساوي كام؟ واحد. ايوه ده الحل، ده اللي اختاره في الحل اختيارات، اختار ان بتساوي واحد، لان عندي ان بتساوي واحد. العباره الجبريه الجبريه ده يا شباب، العباره الجبريه لا تقبل القسمه على الا اربعه. ماشي بكده يا جماعه، احنا نعتبر خلصنا التمارين اهي المهمه اللي فيها، اهم شيء فيها جبناها خلاص. بالنسبه للمراجعه بقى يا شباب، مراجعه يلا هنده اسماء كل واحد يقرا ايه، يقرا جمله. يقرا، افتح صفحه 103 كده، افتح صفحه 103 يلا يا شباب. اثنين اربعه ماشي. نشوف بس يا جماعه الكتاب على السبورة اهو، الناس تقرا. عندنا صفحة 104. كله جابها يا شباب؟ كله جاب الصفحة؟ 100 وإيه؟ وأربعة يا جماعة، 103. الصح وخطا يا جماعه، بقول لك هنا ايه السؤال؟ حدد اذا كان كل عباره مما ياتي صحيحه ام لا، واذا كانت غير صحيحه اكتب ايه؟ اكتب الصح. اكتب انت او عبر عن ايه يا جماعه؟ عن الصح انت. ماشي؟ مين يا جماعه اول سؤال؟ ايوه السؤال. اتفضل يا كوزاي، تقرا اول سؤال. تسمى متسلسلة لا نهائية التي يمكن إيجاد مجموع لها متسلسلة متقاربة. أيوة التي يمكن إيجادها متقاربة، ولا صح ولا خطأ الكلام ده؟ خطأ. ليه خطأ؟ لا صح صح. طالما أقدر أجيب مجموعها تبقى متقاربة، يبقى القيمة المطلقة للآر أقل من الواحد، يبقى العبارة دي يا جماعة إيه؟ عبارة صحيحة. اللي بعده يا شباب، من يحل اللي بعده؟ يلا رقم 2. مشكور يا سيد. اللي بعده يا جماعه يلا من نفسك كده، هتقرا بس بدل ما انده اسماء يا شباب. ايوه انا استاذ. قول يا بطل. مبدا الاستقاء الرياضي هو اسلوب لبرهنه الجمله الرياضيه المتعلقه بالاعداد الطبيعيه. عباره صح يا جماعه، خاصه على الطبيعيه بس. ماشي؟ على الطبيعيه اللي هي الواحد 2 3 4 اللي ما لنا نهايه. طب 3 يا جماعه، رقم 3. يلا يا مين تفضل. وساطة الحماية المتابعة هي الحدود الموجودة بين أي حدين غير متتاليين. المتابعة متابعة حسابية، صح ولا خطأ؟ يعني عندك حدين، هذا حد هنا وحد هنا، ما بينهم ده بسميه أصل حسابية يا جماعة، صح ولا خطأ؟ صح صح صح. أي حاجة خالص. طب ممكن يخاف في الحل بهذا الشباب، الاستمرار بيعمل ايه؟ بيقول لك ده اصول حسابيه، الحسابيه خلي بالك، ويغير اهي ويخليها كلمه هندسيه بس، ده ما جاي اللخبطه عندك هناك مرة فيها، غير لك كل شيء. ماشي؟ يعني ما تسرع في الاجابه.
طيب واللي اللي بعدها الحد هو سلسله من الاعداد مرتبه بطريقه معينه. الحد يا جماعه الحد هو سلسله من الايه الاعداد مرتبه معينه، صح ولا خطا؟ اتوقع خطا. خطا. امال ايه تعرف ايه يا جماعه؟ تعرف ايه ده؟ تعرف ايه؟ يبقى كلمه الحد هنا خطا. ايه تعريف المتتابعه نفسها يا شباب؟ المتتابعه هي في اختبار اجيب لك ايه؟ اما اجيب لك كلمه متتابعه يبقى صح، الحد يبقى خطا. طب رقم خمسه بيقول هنا يا شباب يسمى مجموع اول ان حد سلسله المجموع الجزئي. المجموع الجزئي لما كنا بنعبر عنه يا شباب بالرمز ايه؟ اس ان. ده مجموع جزئي معناها ايه؟ اول ان من المتتابعه. مثلا مجموع اول 50 عدد من عدد طبيعي، اول 100 عدد من اعداد الزوجيه، تمام؟ اسميه مجموع ايه يا شباب؟ جزئي. يبقى العباره دي عباره ايه؟ صحيحه. طيب رقم سته ولا جايب سته يا شباب؟ المجتمع الهندسيه هي مجتمع نحصل على كل حد فيها باضافه قيمه ثابته للحد السابق. خطا يا خطا طبعا. انما دي يا شباب تعرف ايه؟ الحسابيه. الحسابيه حسابيه بضيف، لكن الثانيه بتضرب، الهندسيه بنضرب يا شباب. طيب سبعه بقول لك ايه؟ سبعه قلناها خلاص؟ سبعه تسمى مسلسله هندسيه لا نهائيه التي لا يمكن ايجاد مجموع لها مسلسله متقاربه زي اول واحده اللي قالها قصي. بس هنا الفرق قال ايه يا شباب؟ ها؟ مسلسله هندسيه تسمى متقاربه، صح ولا خطا يا شباب؟ خطا. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للفصل كلها شكليات. ايوه يا جماعه وصلنا لحد فين؟ سلسله هندسيه اللا نهائيه التي لا يمكن ايجاد. يا جماعه لا يمكن ايجاد. مجموعه لها تسمى متقاربه، صح ولا خطا؟ متباعده يا شباب. متباعده لا يمكن ايجاد مجموعها، يبقى تسميها ايه؟ متباعده. سلسله متباعده. الاتحاد يا جماعه ان الكون المطلق الار اكبر من ايه؟ من واحد. اللي بعده بيقول لك ايه؟ 11 و17 وصل هندسيا بين العددين 5 و23 متابعة الهندسية ده يا شباب. مسألة يعني 5 11 17 جرب كده. بيقول لك هي هندسية، خلي بالك متابعة هندسية. طب نعمل ايه؟ اقسم كده 11 على 5 عشان نجيب الار. هل هو نفسه 23 على 17؟ هو نفسه 10 على 11 يا جماعة؟ جرب كده. ايوه صح. يعني 11 على 5 يا جماعة، هل هو ده بيساوي 17 على 11؟ هل يساوي ولا لا؟ طب انا مش متاكد اذا كده يساوي ولا لا، اعمل ايه؟ اضرب ضرب تبادلي وشوف طرفين في وسطين يا جماعه، لو بيساوي بعض يبقى الطرفين هيساوي وسطين. 11 ضرب 11 ب 121. طب 5 في 17 بكام يا شباب؟ ال 5 في 16 ب 80 وكمان 17 يبقى 97، صح؟ إذا دي غير متساوية يا شباب، غير متساوية، يبقى العبارة دي عبارة إيه؟ خطأ. وطبعا دي برضه مجال إن يجي سؤال في اختبار زي كده. دي كلها أسئلة في اختبار يا جماعة. لأن أسئلة سهلة وجاية جاهزة، عندك في الكتاب جاهزة. يعني ما هتعب فيها، اكتبها زي ما هي بس، أصل ولازم. اللي بعدها بيقول لك إيه؟ باستخدام نظرية ذات الحدين. اتفضل يا باشا. أي. كل حاجه بتبقى حلوه في حقه الحس. ما طلبات بص هام يعني بنسجل الحصص والله. سجلها والله. هو اللي انا طلبت كله. اكيد اكيد. طيب نعمل ايه بقى؟ الله المستعان. يلا يا جماعه.
بستعملها ضربت الحدين في عندنا يا شباب بقول اكس ناقص 4 اكس ناقص 2 وكله اس 4 بتساوي اكس اس 4 ناقص 8 اكس تكعيب زاد الكلام ده اقول له صح ولا خطا يا شباب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا شباب؟ افك ده باستخدام ضرب الحدين افك ده يا جماعه باستخدام ايه؟ ضرب الحدين او باستخدام حتى اللي هي الباسكال وشوف صح ولا خطا تمام كده؟ افكها ازاي؟ معايا كده اهو اكس ناقص 2 مين يحل معايا يا جماعه؟ اس 4 هتساوي ايه؟ اول حد كام؟ ها اكس اس كام؟ قول يا فيصل اس 4 اكس اس 4 زائد اللي بعدها 4 سي 1 اللي هي نفسها 4 4 سي 1 الحد الاول اكس هنا كان اس 4 هنا مش 3 الحد الثاني كام؟ سالب 2 اهو سالب 2 يا جماعه اس 1 بس زائد يلا ها بعد 4 سي 2 اكتبها عشان ما تخبطش نفسك بقى 4 سي 2 اكس كان هنا 3 من هنا اس 2 في سالب 2 اس كام؟ كان اس 1 يبقى اس 2 يا جماعه طيب زائد 4 سي 3 اكس اس كام؟ اس 1 سالب 2 وكل اس 3 اخر حد يا جماعه اخر حد اللي هو سالب 2 وكل اس كام؟ 4 نفك بس الحاجات دي نفكها كده بقول له بتساوي اكس اس 4 ثاني واحد 4 ضرب سالب 2 سالب كام؟ سالب 8 اكس تكعيب هل الكلام ده هنا صح؟ لحد كده صح يا جماعه لحد كده صح طيب اللي بعده 4 سي 2 بكام؟ 4 سي 2 كيف بنحاسبه؟ او تحسبها يدوي كده 4 مضروب من 4 على مضروب 2 مضروب الفرق بينهم هيدينا 4 في 3 2 في 1 2 في 1 في 2 في 1 اهي يا جماعه 2 في 2 ب 4 يبقى لك ايه؟ 6 يبقى زائد ولا ناقص؟ زائد لان ايه يا جماعه؟ طيب قلنا دي كده يا جماعه دي كده ب 6 كل دي ب 6 طب سالب 2 اس 2 معناها 4 في 6 ب 24 يبقى زائد 24 24 اكس تربيع لحد كده صح ولا خطا يا جماعه؟ صح يعني. صح طب الحد اللي بعده يا جماعه 4 سي 3 اتفقنا قبل كده ان ال 4 سي 3 هي نفسها 4 سي كام؟ 1 يعني ب 4 زائد 4 معنى 4 يا جماعه دي كده ب 4 دي كده ب 4 طب سالب 2 اس 3 بكام؟ بسالب 8 سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 سالب 8 ضرب 4 ادينا كام يا شباب؟ سالب 32 سالب 32 اكس اس 1 اخر حد سالب 2 اس 4 ادينا موجب 16 زي ده يا جماعه هيبقى عباره عن ايه؟ صح 100% واضح كده يا شباب؟ معانا وقت في الحصه لسه؟ معانا وقت كده وقت الحصه خلص يا جماعه ان شاء الله بكره بنبدا ايه؟ نكمل المراجعه دي يا جماعه اخر اسبوع ان شاء الله لحد اختبار التراكمي يا ريت نحضر الحصص ونحاول نعمل التمارين قبل الحصه ما تبدا ماشي يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ استفسار؟ يلا السلام عليكم يا شباب السلام عليكم